بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي فصلوات ربي وسلامه عليه والقائل أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة صلوات ربي وسلامه عليه. أحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مهارات التعليم والتفكير، وهي المحاضرة العاشرة. في معلومة مهمة أحب أذكرها لكم يا أخوان قبل نبدأ بالفائدة، وهي جاءت تعليمات بأن الاختبار النهائي سيكون كله اختيار متعدد طبعا موضوعي، لكن كنت أخبرتكم في السابق أن سوف يكون اختيار متعدد وأيضا صح خطأ، فجاءنا تعليمات بأنها جميعها اختيار متعدد، فقد تكون 50 سؤال وقد تكون 100 سؤال. أنا صراحة حريص عليكم أن تكون الأسئلة 100 سؤال. من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون كل خطأ بدرجة. أما إذا كان الاختبار 50 سؤال معناها كل خطأ بدرجتين، فهذا خطر على الطالب في اعتقادي، فأنا بحاول قدر المستطاع أن أعمل لكم 100 سؤال. لكن لو لم أستطع يا أخوان، المادة مهارة أكثر، ما عندنا محتوى كثير يا أخوان، مسماها مهارة التعليم والتفكير، فما عندنا مادة علمية طلع منها 100 سؤال، صعب إعداد الأسئلة الموضوعية. وبالتالي إن شاء الله أنا بحرص قدر المستطاع تكون 100 سؤال، لكن لو ما استطعت سامحوني يا أخوان لو عملت لكم 50 سؤال. فالمشكلة في 50 سؤال خطرة، كل فقرة بدرجتين، يعني اللي يخطأ 5 فقرات معناها راح عليه 10 درجات. فأتمنى ودعائكم لي أن يوفقني في إعداد 100 سؤال لكم أيها الإخوة والأخوات. كما تعودنا نبدأ بفائدة، الحقيقة فائدة قرأتها، بما أن موضوعنا اليوم عن القراءة، نقول قرأت فائدة في الحقيقة عجيبة جدا في كتاب الله عز وجل. قصة ما أتصور لها مثيل يمكن في الأرض أو لها مثيل في البشرية، وفي دليل على أن هذا الكتاب وهذا الدين من الله عز وجل. ما هذه القصة؟ قصة أتت لتبرئ يهودي. شوف القرآن عادل وحكيم، أتت قصة نزلت آيات تتلى في تبرئة يهودي اتهم ظلما بالسرقة. عجيب هذه القصة، تنزل آيات لتبرئ يهودي وتكون درس لنا، تكون درس للأمة. ما هذه القصة؟ القصة في المدينة المنورة، ونعرف من هم الأنصار يا أخوة، استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف من هم الأنصار أوس والخزرج، وكان معهم يهود. وتعرف في بداية الإسلام ما زالت النعرة القبلية والنعرات هذه والولاء للقبيلة ما زالت، يعني لأن الإسلام لسه داخل عليهم. ففي أوس وفيه خزرج وفي يهود، ففي أحد الله من أوس أو الخزرج من الأنصار، كان في أحد الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال له قتادة بن النعمان، ولديه عم اسمه رفاعة. هذا قتادة بن النعمان سرق منه درع، فحامت الشبهة في سرقة الدرع على أحد الأنصار أيضا يقال له ابن أبيرق، فذهب رفاعة عم قتادة هذا، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يعني سرق درع لابن أخي، والشبهة تحوم على شخص يقال له ابن أبيرق. فسمع ابن أبيرق بشكوى هذا الأنصاري
وبيرق وقتالة كلهم من الأنصار، لكن واحد منهم من الأوس واحد منهم من الخزرج. سمع ابن أبيرق بالشكوى الموجهة تجاهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الدرع ورماه في بيت يهودي، ورماه في بيت يهودي، وأخبر أصحابه جماعته ترى الدرع حطيته في بيت اليهودي، فروحوا اخبروا رسول الله بأن الدرع تراه لسرقه اليهودي، وتحبون تفتشون بيته فتشوا بتحصون الدرع عنده، وهذا متهمني بهتان وظلم. فبحثوا بيت اليهودي وجدوا الدرع. إذن أصبح قتادة وعم رفاعة في موقف حرج أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن أبيرق هذا بعد ما حصلوا الدرع بيت اليهودي، طلب من رسول الله أنه يبرئه أمام الصحابة كلهم. فقام رسول الله وبرأه، لأن رسول الله بشر، واتهم هذا ابن أبيرق ووجدوا الدرع في بيت اليهودي، إذن واضح أن السارق وش يجيب بيت اليهودي، فاتهم اليهودي بالسرقة. فجرى رسول الله فاستدعى قتادة ورفاعة، قال كيف تتهمون مسلم يصلي ومن باب العتاب؟ فصور وضع قتادة بن النعمان رضي الله عنه وعمه رفاعة، شو وضعهم قدام الصحابة؟ الرسول يعاتب، رسول الله يعاتبك شيء مو بسيط، يقول كأن يعني اتصورنا قال لو تنشق بالأرض كان أحسن لي. فنزلت آيات من كتاب الله، نزلت آيات من الله عز وجل تتلى في كتاب الله في سورة النساء، يقول الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق تحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، أي مدافعا ومحاميا، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استغفر بما فعلت في قتادة، كيف عاتبته، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، ولا تجادل عن الذين يختانون، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله غفورا رحيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. آيات تبرئ هذا اليهودي. طبعا يقال أن أبيرق هذا بعد ما نزلت الآيات التحق بالمشركين، التحق بالمشركين لأن كان فيه نفاق. فنزلت الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. قصة عجيبة يا أخو، ودرس لنا، درس ما نظلم أحد يا أخو، نتثبت. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه كل يخطئ ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يجد الله غفورا رحيما. لعل الشاشة أغلقت لوحدها، على السلك انفصل أو حاجة معينة، فلا بأس يعني. أبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ناسف لهذا الخلل الفني يا أخوان،
مثل ما قلنا يا اخوان القصة كانت عجيبة ودرس لنا يا اخوان، ونتمنى ان احنا نتحرى حتى يا اخوان الغير مسلم، ليس من حقنا ان نتهمه او نظلمه او لا اريد ان اطيل في هذه القصة اساس تفوت لا الوقت ما ياخذنا في المحاضرة. محاضرة اليوم تتعلق عن مهارة اخرى، تكلمنا في مهارات التعليم عن الكتابة، وأخذنا بعض التلخيص والملاحظات وكيف أيضا نكتب مقال وأيضا كيف نوثق المراجع، كلها تعلق بالكتابة. اليوم الكتابة ما قلنا التعليم عبارة عن قراءة وكتابة، اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى أن قال وعلمه بالقلم. فمهارة القراءة الآن، مهارة القراءة، قد يشتكي البعض يا دكتور عندنا 200 ورقة كيف نخلصها، كيف يعني عندنا منهج طويل. إذن كل هذا تعتمد على مهارة القراءة، فكأن القراءة يا أخوان فن ومهارة يمكن تنميتها يمكن تطويرها، وأيضا تعتبر القراءة وسيلة وليست غاية، وسيلة لتحصيل العلم، وسيلة لزيادة المعرفة زيادة الخبرات. فيا ترى ما هي القراءة؟ ما هي القراءة؟ لو حابين نعرف القراءة بمختصر بسيط، يعني لو حابين واحد يقول لك ايش معنى القراءة، ممكن تعطينا تعريف للقراءة؟ لو جاك مقابلة شخصية، لو جاك في اختبار، مقابلة في توظيف، في ترقية، في كذا. نحن مع الأسف شعب لا نقرأ، يعني ما لا أعمم، لكن في الحقيقة نحن ما أدري هل تربيتنا على عدم حب القراءة، رغم أنها مهمة جدا في حياة الإنسان. فما هو تعريف القراءة؟ تعريف بسيط أنا بحاول أعرف، طبعا تعريف يا أخوات يعني أخوان يعني تعريف جهاد شخصي يعني. فالقراءة في اعتقادي هي القراءة عملية عقلية، عملية عقلية، نعم عملية عقلية تفاعلية، عملية عقلية تفاعلية بين من؟ تفاعل، عملية عقلية، عملية عقلية تفاعلية بين القارئ والنص المقروء. عملية، ايش معنى عملية؟ عملية تدل على الاستمرار، ليس فترة معينة وانتهى الموضوع زي ما نسوي نحن، عندنا اختبار، عندي شيء، عندي موضوع معين بس أقرأ للمتعة، أقرأ عملية مستمرة تدل على الاستمرار، ليست وقتية وليست صدفة وليست محددة بعمر المراهق يقرأ ولا الطفل يقرأ ولا القراءة. عملية، معناها تدل كلمة عملية يعني استمرار، بما أن العقل شغال والبصر موجود. الآن حتى الأعمى ممكن يقرأ ببرايل، نعمة من الله عز وجل، فكأنها عملية مستمرة يا إخوان. أنا أبقى أحث أؤكد على أن القراءة عملية مستمرة. لماذا نقرأ يا إخوان؟ أنا حتى في الإشارة، عند الإشارة في السيارة أحط جنب القرآن أقرأ، بدل ما أتبهدل وأعصب نفسي والإشارة حمراء وكلها في وجهي تطفي حمراء وبتشوف الناس يتذمرون أقرأ. تستفيد في القطار، ماسك سراء في الجوازات، ماسك سراء في كذا، ماسك سراء، حاول تقرأ أحسن من تقعد تتلفت وطالع في الناس وهذه حقيقة استفدناها في الغرب يا أخوان، عجيبين حتى في السراء اللي في البقالة، أشي كتابه هي الصغير وهو ماسك سراء في البقالة، تعرف بعض السراء عندهم سراء طويل، كتاب عنده قصير خلص قصة، بس لا بد يقرأ. فكأنها عملية. طيب عقلية، ليش جبت عقلية يا أخي يا دكتور؟ ليش دخل العقل في القراءة؟
إذا ما في فهم، ما في استيعاب، ليش تقرأ؟ فكأن تعتمد عقلية تعتمد على الفهم، أساس القراءة، ستستفيد من القراءة، وتصير قراءتك منتجة، لابد يكون عندك في فهم وفيه استيعاب للمادة المقروءة. إذن عملية عقلية فيها ربط، وانت تقرأ ممكن تربط، ممكن كلها تشغل فيها التفكير وخبراتك السابقة وخبراتك الحالية، وتزيد معلومات وتفهم. طبعا القراءة ليش أقول لكم أنا أنها مهمة؟ لأنها مفتوحة، تحب تقرأ في الثقافات، تحب تقرأ في الدين، تحب تقرأ كتاب الله، تقرأ في السنة، تقرأ في فقه العبادات، فقه العادات، تقرأ عن العواصم، عن الدول، عن الشعوب، عن مفتوحة، جرائد، أخبار، يعني الحقيقة ومجانية بعض الأحيان، خاصة الآن بالإنترنت والجرائد والكتب موجودة، مكتبات، روح اقرأ في الأبحاث، في كل في مجاله. إذن عملية عقلية فيها عمليات عقلية، ولا ما لها قيمة إذا ما نشق بس نقرأ كذا بدون فائدة، أتصور هذا مضيعة للوقت. إذا ما أستفيد من القراءة في حياتي العلمية أو حياتي العملية أو تعاملي مع الناس أو تعاملي مع البيئة أو التكيف مع البيئة مع الواقع اللي أنا فيه، ما لها قيمة. فعملية عقلية تفاعلية بين القارئ والنص، لأنها سبحان الله القراءة تقوم على عمودين، القارئ الشخص والنص نفسه، فيها تفاعل. قد سبحان الله يقرأ الإنسان آية من كتاب الله تدمع عيونه، تفاعل مع النص، بيقرأ في الجريدة قرأ كاركاتير شوفه يضحك لوحده، شوفه جالس جنبك قاعد يقرأ قاعد يضحك، تستغرب منه ليش، تفاعل مع النص، تفاعل مع المادة المكتوبة. كان أول أيام كان ما في جوالات، وبعد ينزل الجوال كان الناس دفعوا اللي يبغى جوال اللي يبغى كذا دفعوا يبدو لي قيمة مقدمة أساس تأخذ لك رقم. فتم انتظار وانتظار بجوال انتظار جوال، من الكاريكاتيرات المضحكة حاطين ميت مشهور بالنعش في كاريكاتير وحاطين تحت تعليق مات مسكين ونفسه في جوال، من التعليقات مات مسكين هذا المحمول اللي على الكتف ونفسه في جوال. فممكن تقرأ نكتة، تقرأ تتفاعل بالضحك بالصياح بالبكاء يعني عملية تفاعلية. بعضهم سبحان الله ما يقرأ كتاب أو يقرأ موضوع ما يستطيع يتركه لين يخلصه، لأنه فعلا شيق، الصفحة اللي بعدها أحسن من الثاني والثالث وهكذا، تشوفه ما أخذه ويبقى ربع ساعة شوفه مشى نص ساعة ساعة. اقرأوا الكتب ابن القيم رحمة الله عليه، ابن القيم الجوزية كتب من أحسن كتب، وكأن سبحان الله مواليد 56 هجري 600 وشوي هجري القرن السابع أتصور، لكن كأنه معاصر. إذن عملية عقلية تفاعلية بين القارئ والنص، عرفنا ايش معنى عملية، يعني تدعى الاستمرار ليست وقتية، الاستمرار، وعقلية تعتمد على عمليتين أساسيتين هما الفعل، الفهم والاستيعاب، أيضا تعتمد على أنك تحفظ المعلومة قد تحتاجها. إذا عملية عقلية الحفظ اللي هو الحفظ والاسترجاع، لو بقيتها معلومة معينة، عواصم معينة، أنهار كذا، جغرافيا، تاريخ، إذا فيها فهم، فيها استيعاب، فيها حفظ للمعلومة أو الخبرة، فيها استرجاع لو بقيتها، فكأنها داخلة فيها العمليات العقلية كلها. وتفاعلي بين القارئ والنص قلنا بأنه يكون فيه تفاعل بين القارئ والمادة المكتوبة. طيب
بماذا تأثر القراءة أيضاً؟ بماذا تتأثر القراءة؟ شو تتوقعون؟ تتأثر بماذا القراءة؟ قلنا القراءة عناصرها اثنين: القارئ والنص. فكل العوامل القارئ والنص، فكل العوامل تأثر بالقراءة محصورة فيها الشيئين، فيها اثنين ذولي، إما القارئ وإما النص. فالقارئ نقول ثقافة القارئ، قدراته العقلية، خبراته السابقة، الهدف من القراءة، إذن ثقافة القارئ يسمى مثقف، مدى الثقافة اللي عنده. ما أتوقع الصحفيين والكتاب يكتبون في الجرائد ثقافة عالية عندهم، بعكس إنسان عادي، صح أنه متعلم لكن هذاك لا، يقرأ في مجالات أخرى، يحب يقرأ في الأدب، يحب يقرأ في الشعر، يحب يقرأ ثقافة، عنده ثقافة، وبالتالي يشوف القراءة تتأثر بثقافة القارئ، أيضا بقدراته العقلية، قلنا فهم، استيعاب، فيها ذاكرة، فيها استرجاع، إذن أيضا القدرات العقلية تتأثر بها القراءة نفسها. بعضهم يقرأ في كتاب يرمي يقول ما أفهمه، أو أكبر من قدراتي، أكثر من استيعابي، ما أستطيع، وبالتالي تأثر القراءة بذلك. وبالتالي يا أخوان، ليش حنا ننصح لمن تحاول تدرب أبنائك على القراءة؟ ما تجيب طفل عمره 5 سنوات 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات تعطيه كليلة ودمنة، ولا تعطيه القصص الكبيرة ولا العقاد، ولا لسه صغير على الأشياء هذه، صغير. صحيح ودنا إنه يفهم الأمور هذه، لكن حدود قدراته، تعطي قصص صغيرة، أطفال، قصص مع حيوانات، هذه قصص محببة فيها تشويق، لأنها حد استيعابه، ما تعطي شيء معقد. تعطي واحد مبتدئ تو داخل في الإسلام يقول له أخذ أقرأ في كتب العقيدة الطحاوية أو العقيدة كذا، كبير عليه، لسه عطى مبادئ، تعطيه المبتدئين. سبحان الله، هكذا القدرات العقلية مهمة جدا في القراءة، أيضا الخبرات السابقة. لما أتي أنا الآن دكتور مثلا في التربية وعلم النفس، خبراتي في التربية وعلم النفس والأسرة والإشهاد الأسري والامتحانات والطلاب والأهداف وكيف على الدرس وكيف كذا، لكن لما أقرأ في كتب الهندسة مثلا، صراحة استيعابي ليس مثل الاستيعاب متخصص في الهندسة. لما أقرأ في كتب الطب، استيعابي وفهمي وسرعة استيعابي لا شك بأنها مستحيل تكون مثل طالب الطب أو متخصص في الطب. فالخبرة لها دور كبير في موضوع القراءة. أيضا الهدف من القراءة، إيش أبقى من القراءة؟ أنا أبقى تسلية، أتسلى بس أضيع وقت، ولا أبقى معلومة معينة، أبقى أطور من نفسي، أبقى نمي، أبقى اختبار بس أفتك من الاختبار وارتاح. إذن كل قراءة لها سبحان الله الهدف منها. والله أنا أبقى أطلع تاريخ بس، أبقى أطلع اسم معين من هالمقال، من هالنص هذا في التاريخ مثلا، أو في معركة بشوف القائد بس، أشوف كم عدد الجنود بس. إذا هدف من القراءة غير ما أفهم القصة وأدرسها من جميع الجوانب. الهدف من القراءة لا شك بأنه عامل مؤثر في القراءة، عامل مؤثر في القراءة. النص، إذا تتأثر بثقافة القارئ، بقدراته العقلية، بخبراته السابقة، بالهدف من القراءة، ليش يبقى يقرأ. كلها يا أخوات هذه عوامل تؤثر في القراءة نفسها.
أيضا النص، المادة المكتوبة، كميتها، كمية القراءة أو محتوى المقرر أو محتوى المادة، لا شك تختلف في استيعابي وفهمي واستمراري المحتوى. إذا كان جيد، ممتاز، بسيط، عدد معقول، أنا كطالب تعطيني 400 ورقة في أسبوع أقرأها وفي يومين أو ثلاثة ما أستوعبها، وفي شيء شرح وفي شيء ما شرح، هذه فعلا في معاناة للطالب. وتجيني بعض الإيميلات والشكاوي من بعض الدكاترة أو بعض فمشكلة ما أقدر أسوي شيء لهم، لأن أنا مدرس حالي حالهم. إذن الاتصال المسؤولين عن هذا البرنامج يقال له هذا الخبر يا إخوان، لأن فعلا محتوى المادة بتأثر على هدف القراءة والتحصيل والدرجات. أنا أبقى أحصل درجات، أنا عندي طموح، أبقى ما درست أنا وبعد دروس اللي أبقى شهادة، لكن أبقى أيضا أتفوق، لكن تكلفوني بمواد محتوى كبير. إذا المحتوى مهم، ليش أنا يا أخوة ما كلفتكم بكتاب؟ لماذا؟ لأني أعرف الكتب محتواها كبير، وأعرف ظروفكم أيضا، ما أستطيع أعرف مستوى قدراتكم، في فروق فردية كبيرة، قد يكون الكتاب هذا فيه نوع من التعقيد شيء بسيط. فلو بأسلوبنا الدارج هذا وتلخيص بسيط مبسط بناء على المحاضرات، لا شك بيساعدكم على التحصيل، وهذا هذا الهدف منه. المادة موجود يا أخوان، العلم موجود، نبقى نوعية، نبقى ما نبقى الكم، نهتم بكم عدد الصفحات، نبقى نوعية المادة، أبقى شيء يستفيد منه. قليل مستمر خير من كثير ويتفلت. حتى الأخوان يحفظون القرآن الكريم، يقول يا أخوان هذا تسرع بالحفظ، لأنك تحفظ كثير تنسى كثير، إلا بالمر عندك وقت راجع، ولا أحفظ 5 آيات بإتقان أحسن من تحفظ لي وجهين بدون إتقان. فكمية المحتوى يا أخوان مهمة جدا تؤثر في القراءة. المحتوى معناه يتوقف على العدد، كمية المادة، أيضا على صعوبتها. في بعض الكتب صراحة أنا ما أستوعبها، وغيري ما يستوعبها، فيها نوع من التعقيد، فيها نوع من التعقيد، أسلوب يعني لغوي، ما أقول راقي، كلنا نحب الأسلوب، اللغة العربية الراقية حلوة، لكن فيها نوع من التعقيد والكلمات المترجمة حرفيا بعض الكتب، هذا اللي يضايق الطالب ويضايق حتى أنا لما أقرأها. كيف أنا طبعا يا إخوان أنا ما أحضر لكم، ما أجي هكذا، لابد أني أحضر لكم، لكن أنتقي أيضا، أنا أنتقي كتب معينة تساعدني على التحضير أيضا، ما أحتاج أني تعقدني في محتوى المادة وصعوبتها والألفاظ المستخدمة. إذن تأثر القراءة بأمور تتعلق بالقارئ نفسه، حتى ممكن نذكر أيضا المزاج أو الحالة الانفعالية للقارئ، هل هو مبسوط، هل هو مصدع، هل هو مسخن، هل هو إذا الحالة الانفعالية للقارئ أيضا يؤثر في القراءة وفي الاستيعاب وفي الفهم، لا شك يا أخوان. ممكن نضيفها أيضا، نقول هنا الحالة الانفعالية، المزاجية. ننتقل لموضوع آخر، عرفنا القراءة عملية عقلية تفاعلية بين النص والقارئ أو بين القارئ والنص. مثل ما قلنا يا أخوان هي فن، القراءة فن، ممكن تحسينه وممكن تطويره، لكن بالممارسة والمران، ما يحمل مو نحفظ المعلومة بس، لابد نمارس نتدرب. إذا ممارسة ومران مهمة يا إخوان في تطوير مهارات القراءة عندي من الصغر يا إخوان. إذا ما قرأ أبدأ من الآن، حاول تقرأ، حاول تفهم. وأيضا قلنا هي وسيلة وليست غاية، لأن لو هنا غاية كانت توقفت الغاية، والله غاية أني أبقى أوصل كذا حصلتها وقفنا، لا هي وسيلة للازدياد والتطوير والتحسين، يعني هي وسيلة
ليش قلنا عملية مستمرة؟ عملية معناها وسيلة وليست غاية. نأخذ عنوان آخر وهي أنواع القراءة يا دكتور. هناك أنواع مختلفة للقراءة حسب الهدف من القراءة، حسب هدفك من القراءة. حقيقة ممكن نقسمها بهذه الطريقة: القراءة السريعة، القراءة السريعة، وفي قراءة انتقائية، وفي قراءة تحليلية ناقدة، وفي قراءة فاعلة أو فعالة، وهذه نبغاها نحن. نبقى نركز على هذه القراءة الفعالة، القراءة الإيجابية، القراءة الفاعلة. لكن قد أضطر يوم الأيام أكون قراءتي سريعة، قد تكون يوم الأيام أحتاج قراءة انتقائية، قد أحتاج إلى قراءة تحليلية ناقدة. طيب، القراءة السريعة من اسمها سريعة، معناها ليس بالتأني، وإنما ما أهتم بالتفاصيل، هذا معناها سريعة. لو بهتم بالتفاصيل وطالع وأحط خط وأكتب وكذا ما صار سريعة. فالقراءة السريعة لا تهتم بالتفاصيل، تهتم بإني أخذ الفكرة العامة والموضوع العام للنص، أبقى معلومة سريعة جدا، أبقى تاريخ معين، أبقى اسم معين. فقد يقسمها بعض العلماء إلى القراءة السريعة إلى قراءة يسمونها قراءة ماسحة أو قراءة تصفحية. يعني تصفحية هذه أحتاج رقم معين، يسمونها سكانينج وسكيمينج بالإنجليزي. سكان سكانر حق تعمل بس نسخ، أشوف إطار العام شو الموضوع يتكلم عنه. أنا أقرأ كتاب معين بسرعة بس أشوف شو الفكرة يتكلم عنه، والله يتكلم عنه والله عن الذكاء، يتكلم عنه والله مهارات التعليم، يتكلم عن القراءة، يتكلم عن الكتابة، هذا الموضوع النص يتكلم عن والله عن الأسواق والبيع والتجارة وكذا، فكرة عامة. لكن والله أنا أبغى تفاصيل شوي وإن كان بسرعة، لكن أبقى والله عدد المساهمين أو عدد القتلى في الحرب مثلا أو في الغزوة، أبقى القائد اسمه، يسمونها تصفحية سريعة، لكنها أبقى معلومة معينة بذاتها، أبقى تاريخ الغزوة، تاريخ المعركة، القائد. إذا كانت أبقى معلومات محددة فيسمونها قراءة سريعة تصفحية. أما والله يبقى أمسح كذا بس فكرة عامة يسمونها القراءة الماسحة. إذن هنا ما أهتم بالتفاصيل في القراءة السريعة، ما أهتم بالتفاصيل. أنا لما أقرأ موضوع سريع ما عندي وقت، بإذن الصلاة وأنا أبقى أشوف القصة هذه بسرعة تعمل لها مسح كامل وتفهم الفكرة. القراءة الثانية، إذن القراءة السريعة يا أخوان ما نهتم بالتفاصيل أو بالحقائق وتفصيلاتها وكم وين راح وين جاء وش كلمه وقال له وعطى مثال، لا، نبقى بس فكرة عامة. أو نوع ثاني، أبقى رقم معين، تاريخ معين، اسم معين، مدينة معينة. القراءة الثانية القراءة الانتقائية، والله الدكتور مكلفني ببحث
أطلع الكتب اللي لها علاقة بهذا البحث أو بهذا الموضوع البحث. كيف تكتب المراجع؟ إذن أروح المكتبة، المكتبة فيها آلاف الكتب. كيف أنتقي الكتب؟ يسمونها قراءة انتقائية. فتحت الكتاب، بعض الكتاب عناوينهم كويسة لكن أنا أبقى أنتقي بعض الكتب، قد أستخدم معها القراءة السريعة اللي أتصفح الكتاب، أتصفح الفهرس بسرعة، أشوف اللي يتكلم عن المراجع ويتكلم عن التوثيق ويتكلم عن كذا، أحطها على جنب. كانت انتقائية وسريعة في نفس الوقت، كان انتقيت كتب من اسمها انتقائية، أنتقي مجموعة من المعلومات أو من المواضيع اللي تهمني، اللي تهمني. والله أنا أبقى سافر مثلا بسوي عمرة، أبقى أخذ معلومات علاقة بالعمرة. طيب كتب الفقه كثيرة، في العبادات والعبادات الصوم والصلاة، وأبقى شيء علاقة بالحج أيضا، الحج أنا بأخذ عمرة أدور. إذن أنتقي بعض المواضيع اللي لها علاقة بالعمرة. القراءة الثالثة ذكرناها، القراءة التحليلية أو الناقدة. وهذه مهمة يا إخوان، توسع الأط، توسع الفكر فعلا، تخلي واحد عنده قدرة على النقد، هذه قدرة عقلية عليا نستخدمها في التقويم، تقويم نص معين. ونتمنى يتدربون طلابنا على نقد نظرية من النظريات مثلا، حتى يا متوسط والابتدائي وقصد الثانوي، يمكن الطالب يستطيع يعطي حكم، حتى الطفل في أولى يعطي قصة، يقول شو رايك في القصة ذي، شو رايكم في كذا، شو رايك في كذا، شو رايك في الكتاب، شو رايك في العبارات، شو رايك في الجمل، يعني عطني أمثلة من طبعا النقد يا أخوان، ليس النقد معناها سلبي 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 سلبي، لا، النقد يشمل إيجابي وسلبي. أعطي الأمور الإيجابية في الكتاب وأعطي الأمور السلبية، والله من إيجابيتك كذا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، من سلبياتك كذا، مثال على الإيجابية مثال على السلبيات. وهذه يا أخوان مهمة جدا في حياتنا، لابد يا أخوان كل يؤخذ منه من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كل واحد ينتقد، كل واحد ينتقد. وبتشوف رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه، ليش تحكم، ليش تناقش؟ لأنها يحتاج من ينقده، يحتاج من يعطيك يوضح لك بعض السلبيات اللي تزيد من كفاءة هذه الرسالة. يعني أنا كمناقش أقرأ قراءة تحليلية ناقدة، لأني بنقد المكتوب كرسالة، أبقى قيمها، أعطيه اجتياز للماجستير، اجتياز للدكتوراه، لابد أني فيها تأني. ممكن أقرأ المعلومة مرة أو مرتين لأتأكد من معلومته، لأني بعطيها حكم عليه يا أخوان. ولما تحط في الرف في المكتبة تكون مناسبة، تكون جيدة، إذا يكون الهدف منها مو بس أنقل يا أخوان، الهدف أني أحسن وأطور من الرسالة. مصلحة الباحث اللي سوى الرسالة، لما تشوف رسالته في المكتبة منقحة من محكمين، أشك بأن تعطيها قوة، تعطيها رفعة. مثل يقول يشوف بعين واحدة غير يشوف بعينين ثلاثة عيون. لكن أيضا النقد يا أخوان ما تخش فيه الأمور الشخصية، يفترض يا أخوان ما تدخل فيه الأمور الشخصية، وبالتالي تفقد مصداقيتها. القراءة التحليلية يا أخوان ما تكون فكرك عن فلان سيء وتقدك خلاص حكمت عليه، طيب أقرأ قبل. في ناس واجد يا أخوان يحكمون على الأشخاص بالسمعة، تعرف واحد والله ينقد فلان، نفترض ونسمع بعض الناس ينتقدون الشيخ رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب، طيب قرأت له؟ قال لا. قلت
كيف تنتقد؟ طيب يا أخي اقرأ كتاب، شو في شيء يخل بالعقيدة يخل بكذا؟ كل كلام قال الله وقال رسول الله. ليش تأخذين العصبية وأن هذا فلان وهذا علان وهذا؟ اقرأ، اقرأ له أي فلان من الناس. أعطيكم مثال بس، يعني قد تسمع بعض المقولات اللي تجرح فعلا. المشكلة أنه ينتقد وهو أقل من مستوى أيضا. تنتقد واحد على كصر أعلى من، لكن من توك تنتقد إنسان يسوى أي إنسان. اقرأ أول، اقرأ له واحكم، لا تحكم بكلام الناس يا أخوان، وخلى قراءتك ناقدة، قراءة موضوعية، قراءة أذكر الحسنات أذكر السلبيات أيضا، ما يمنع. القراءة التحليلية والناقدة قلنا قراءة متأنية، قد أقرأها مرة ومرتين لأن في بعضها حكم، فيها تقييم العملية، فيه عملية تقييم. ثم بعد ذلك قدنا القراءة السريعة وقلنا فيها الماسحة فيها التصفحية، ثم القراءة الانتقائية، أنتقي بعض المعلومات، أنتقي بعض الأمور، أنتقي بعض الشيء اللي يفيدني في بحثي أو يفيدني في قراءتي أو يفيدني في الاختبار. والله قرأت معلومة حلوة قد تأتي في الاختبار، قد أستفيد منها في 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 التحصيل، قد أستفيد منها في الإجابة، أستفيد من المقابلة. لا شك يا أخوان الإنسان كيس فطن. وثم تكلم عن قراءة تحليلية وقلنا هذه مهمة جدا لحياة الإنسان. جيد الإنسان يكون يا أخوان يدرب نفسه على النقد الإيجابي، النقد الموضوعي، مو بالنقد الذاتي الموضوع اللي تخش فيها الذاتية وممكن أجرح الناس وأسيء للناس، لا. ولا تحكم على أحد وما تقرأ له يا أخوان، أي إنسان كان مهما كان اقرأ له أساس تحكم عليه، وما تقدر تنتقده وتشرشح وتكتب عليه وفي المجالس. وليش؟ القراءة الفاعلة أو الفعالة، الفعالة مو البقالة، الفعالة، القراءة الفعالة، وهذه مهمة، هذه نبقى نوصل لها. نبقى في قراءات، قراءتنا فعالة كطلاب أو كموظفين، أو لما أقرأ تكون قراءتي فعالة. دكتور شو العناصر حق القراءة الفعالة؟ شو معيارك أن قراءتك هذا فعالة أو فعالة؟ العناصر المكونة للقراءة الفعالة في اعتقادي أنا: الفهم والاستيعاب، أستطيع أن أحفظها، أستطيع استرجاع المعلومة أو الخبرة، أستطيع أن أطبق ما تعلمت لو احتاج تطبيق أستطيع أطبق. أيضا بالإضافة لهذه يا أخوان لابد تكون سريعة أيضا، عامل الوقت مهم. في بعض الناس فعلا يقرؤون ويفهمون لكن يستغرق في قراءة الورقة الواحدة أسبوع، أسبوع. أنت نفترض أنك طالب الآن، أنت لو بتقرأ تقلنا ساعة في الورقة الواحدة، عندك 200 ورقة يجيب لك 200 ساعة، يلا دورها، عندك اختبار. إذا السرعة مهمة، فكأنك عنصرين رئيسيين يا أخوان، السرعة، السرعة المعقولة، السرعة. ليش يقول أنت تتمرن وتتدرب أساس تكون سريع في استيعابك؟ بطيء، بعضهم بطيء. فالوقت مهم يا أخوان، الوقت ما يكفيك، الوقت ما يكفيك، عندك أكثر من مادة، اليوم بكرة مادة، اليوم مادة وبكرة مادة، ما يكفي الوقت. كل اللي عندك تنام 7 ساعات 6 ساعات، واختبار حق المادة اللي قبلها نفترض أنك مادة اليوم الساعة 1 مسائي، وانت قاعد الصباح تذاكر لها أيضا تراجع، جات الساعة 1 اختبرت، طلعت الساعة 3 تعبان بتنام، تصحى عند المغرب مثلا، عندك من 6 المغرب
إلى على الأقل 12 الظهر يوم ثاني. عندك 6 و 6 12 ساعة، أو 6 و 12 كل 18 ساعة. 18 ساعة لو بتاخذ كل ورقة ساعة بلك 18 ورقة، نص ساعة ما يكفي. لابد تعود روحك على السرعة، سرعة مع فهم واستيعاب، سرعة لابد يا أخوان. القراءة الفعالة ميزانين مهمين جدا، فهم مع سرعة. أقرأ بسرعة بدون فهم ما لها قيمة، أفهم صحيح وأستوعب لكني بطيء، إذن في خلل، قراءتي فيها خلل. فلا بد يا أخوان يكون عندنا فهم واستيعاب مع سرعة. أراعي موضوع الوقت يا أخوان، ندرب أنفسنا على القراءة السريعة مع الفهم والاستيعاب. درب نفسك يا أخوان، ممكن تتدرب، ممكن ترى قابلة للتدريب يا أخوان، قابلة للتدريب إني أقرأ بسرعة مع فهم واستيعاب. متى ما بدأت تقرأ بسرعة مع فهم واستيعاب فأنت بخير، عرف بأنك الآن بديت مشوار القراءة الفعالة. إذا فهمتها ستحفظها. كل هذه مترتب على الفهم والاستيعاب. الحفظ الاسترجاع اعتمد على الحفظ، والطبق اعتمد على الفهم والاستيعاب والحفظ. فكأن هذه في اعتقادي الفهم والاستيعاب والسرعة في نفس الوقت عاملين أساسيين، عاملين متوازنين، سريع لكن مع فهم واستيعاب. مثل ما قلنا سرعة بدون فهم ما في شيء، فهم واستيعاب مع سرعة، مع بدون سرعة أيضا يخل بالموضوع، ويمكن ما أغطي الموضوع، ما يمديني أخلص المادة. في بعض العلماء تكلموا عن القراءة الفاعلة، أنا حطيت العناصر هذه، الفهم والحفظ والاسترجاع وطبق، وتكون في نفس الوقت عامل الوقت مهم. في بعض الكتاب تكلم عن القراءة، سماها القراءة الفاعلة لكن قراءة دراسية، القراءة الدراسية للطلاب. كيف تكون فاعلة؟ فهم، استيعاب، حفظ، استرجاع، تطبيق. لو طلب منك في الاختبار استخرج من قطعة أو كذا، أو اذكر أو علل أو كذا، فعلل، إذا فيها نقد، انقد، اشرح كذا، فاهم. وذكرت بعامل السرعة، ذكروا استراتيجية معينة ذكروها بعض الكتاب، تيكم تعرفونها يعني، وهي يقول استراتيجية سماها SQ3Rs. بعضكم مصطلح إنجليزي، مين دي تكتور تجيب لنا أنت هذه؟ أنت نحب تبسط لنا جايب لنا رموز SQ3Rs. معناها كأن القراءة الدراسية تعتمد على 5 خطوات كلها تبدأ بكلمات إنجليزية بالإس واحد، وتبدأ كلمة بالكيو، وثلاث كلمات تبدأ بالآر، 3 R's. يعني هذا 1 2 وهاي 3 R R R. استراتيجية معينة، الإس جاي من سيرفي، الاس هذه جاية من سيرفي يعني مسح. تقرأ الكتاب الآن بالذاكر، حاول تأخذ قراءة ماسحة للمحتوى كله، تأخذ فكرة عن المادة بالذاكرها أنت الآن، حاول تمسحها كاملة. كيو جاية من question، كيو هذه جاية من question. إذا أول خطوة تستعمل مسح، ثم تعطي روحك أسئلة، لما تقرأ المحتوى تعطي روحك أسئلة. مثلا الذكاء، بحط أسئلة، تعريف الذكاء، نظريات الذكاء، اختبارات الذكاء، كيف أقيس الذكاء.
تحط أسئلة تبي تجاوب عليها الحين أنت من قراءتك القادمة، إذا استراتيجية معينة أساس تكون قراءتك فعالة حسب كلام بعض المؤلفين، تعمل مسح ثم تحط أسئلة أنت من عندك على موضوع المادة، وتحاول من قراءتك تجاوب على الأسئلة كأن عندك هدف تشجعك تحمسك على أني أبي أطلع أسئلة، أبي أطلع إجابة للأسئلة اللي حطيتها. منين أحط الأسئلة؟ بناء على استيعابي للسيرفي الأولي، بناء على استيعابي للسيرفي اللي هي المسح وكويستشن، أسئلة، تضع أسئلة. ثم بعد ذلك 3 R's، R R R، ثلاث كلمات تبدأ ب R، read اقرأ، تبقى تجاوب على الأسئلة. بعدين recite، جاي من recite يعني استرجع، أو ثم review، review. مراجعة عشان تصير متأكد انك استوعبت المادة وان كل المحتوى عندك، مسحت حطيت لك اسئلة، الاسئلة هذه تشجعك انك تطلع اجابة لها بالقراءة، ثم تحاول تحفظ هذه المعلومات عندك عن طريق التفاعل، عن طريق الفهم والاستيعاب، عن طريق ثم بعد ذلك تعمل مراجعة هامة، تعمل مراجعة عامة للمحتوى اللي تتأكد ان فعلا انت جاهز للاختبار، انت جاهز للاختبار. ايضا recite معناها تذكر، او يسمونها recite the قرآن، يعني حاول انك تعيد، ايضا منها تكرار للحفظ، recite، لعلها recite معناها الحفظ والاسترجاع. او إذن أمسح SQ 3 R's، 1 2 3 R's، 1 2 3. لا تخافوا من الرمز هذا يا أخوان، هذه بس اختصار لبداية رموز كلمات باللغة الإنجليزية. S survey Q question 3 R's، R R R read recite review، read recite و review. هذه في الحقيقة ما حبيت إني أذكر لكم في هذه المحاضرة. أتمنى أن نكون قدمت لكم إن شاء الله ما يفيدكم في حياتكم العلمية والعملية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.